حسوا بالجولف بالسيارات بالسلة. حاليا اللي مولع الدنيا اسمه ليبرون جيمس، حقيقة بيلعب بالان بي اي. ليبرون جيمس الان موجود في المملكة العربية السعودية، اليوم كان موجود شارك في حصتين تدريبيتين مع لاعبين المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين وبعض لاعبات المنتخب الاول للسيدة. I just thought I was dreaming. I was like, someone pinched me. I kind of like, I want to wake up. I didn't expect him to come to Saudi. So imagine my surprise that I'm actually bowling with him in Saudi. Oh, and he gave me a pass for the free throw. That, I already knew I was going to make it after he gave me that. You know, like, especially raising up as a kid, you just watch him on TV and on your phone. And just to see him in real life do his thing, I learned a lot of my moves from him, especially since watching him as a kid. And like, it's so good to just see him do them in real life. صراحة زيارة ليبرون اليوم يعني حتلهمنا مرة كثير. وجوده مرة دعم لنا، هو ايش بيسوي، كيف بيهتم بنفسه وصحته، ونشوفه معانا ويساعدنا ويدعمنا بالسعودية. بعد معه بشكل شخصي اليوم كان في تحدي وفزت التحدي الحمد لله. ما توقعت افوز بس جد ما اعرف كيف. هو قال لنا انه لازم نهتم بنفسنا وكيف كل يوم لازم نتمرن، ومو اذا يوم واحد اتمرنا نتحسن، لازم كل يوم انه تكون كويس، ما تجي في يوم وليله. Game of basketball has done so much for me. It's so much fun to play this sport. Super happy that you guys are excited about playing this sport and getting to learn it, getting around great coaches, getting around great leaders and mentors, things of that nature. دكتور عمبيلي لما كان يدرس في امريكا كان يباوع، يعني يشوف دوري الام بي اي شغله دوري الجامعات شغله، فما بالك دوري بالضبط ما هيك. فتصور انت يكون يعني مثل ما قال احد الشباب طلعوا انه حدا تشوفه طول عمرك تحلم فيه بثاني يوم تلاقيه عندك، ما هيك يا احمد شمراني قاعد جنبك؟ اكيد والله. وحقيقه ابو كرم انت ذكرت وأثنيت على الأمير محمد بن سلمان، وهو لا شك أنه هو حجر الأساس في كل ما يحدث، هو الملهم، هو الآن طموح الشباب، رؤية الشباب، أمل الشباب. البارح شيء، البارح لو لاحظت أنت مع إقفال الفترة ثلاثة هاشتاغات شكر لولي العهد من الشباب السعودي، نعم. رياضيين وغير رياضيين. بالتالي أعتقد أنه ما يحدث في المملكة العربية السعودية وراء رجل لا يعرف المستحيل، نعم. هو الأمير محمد بن سلمان. صحيح. هلا دائما احنا اخر البرنامج هيك بنريح شوي، عندنا فقره اسمها الصدى في اسبوع، راضيه صلاح من دبي وهالمره علي شرايا من جده.